احنا النهارده جايين محافظه المنيا تحت مظله التحالف اكتر من 31 مؤسسه من اكبر مؤسسات المشاركه في مصر في المجتمع المدني. احنا النهارده في قطر خير التحالف. احنا النهارده جايين بتريلات سلع غذائيه وبطاطين والحفا ولحوم، كل ده هيتوزع على اهالينا في محافظه المنيا ان شاء الله خلال الفتره الكام يوم الجايين دول ان شاء الله. احنا النهارده بننفذ قافله قطار الخير اللي بيتم تنفيذها تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي. قافله قطار الخير هي قافله شملت المساعدات الاجتماعيه اللي بنقدر نوزعها على اهالينا في كل المحافظات اللي احنا بنستهدفها. النهارده بيشارك اكتر من مؤسسه. النهارده داخل الاصطفاف بنستعرض الخدمات الطبيه من خلال مبادره عينيك في عينينا ومبادره قدم صحيح، كمان بنقدم نموذج من الخدمات دي وهو مبادره صناع الدفا من خلال توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا.